أهلين حبيبتي، شبكي؟ شو لو أي؟ مين هي البنت اللي كنت واقف معها ذاك اليوم؟ أي بنت؟ أي بنت اللي كنت واقف أنت وياها نحن درج الصحافة؟ لك إيه، هي أمها بنت عمي، يعني هي بنت لبنت عمي، جديدة هيك بالكلية وجاية عم تتعرف على العالم، يعني وما بتعرف غيري. مع إني ما اقتنعت بس أحسدك لأني بحبك. إيه يسلم لي الفهمان. مش عارفتك على فكرة. طبعاً الأستاذ لؤي مطبق له شي 9000 بنت بكلية الآداب. هو فايت على الجامعة وعم يدعي إنه هو السنة الثالثة. طبعاً هذا عمره الحقيقي، بس هو كذاب لأنه عم يعيد البكالوريا. ولحد هلأ ما حدا كشفه، لأنه من كتر ما أنه نمس بيجي وبيحضر وبيهتم وبيطبق بنات. يعني حابك مزبوط. يا شو هالجيل هاد؟ ليش تأخرتي اليوم لدخلتي؟ كان عندي شوية شغل اليوم بالبيت عبين ما خلصته. بتعرفي أنا صرت عم فوت على الإنترنت مشانك. عجل هاي صورتك الحقيقية. إن شاء الله يا رب، إن شاء الله. لك يقروني هالعيون، يقروني. طيب معك موبايل؟ إيه معي. طيب شو رقمك؟ بدي اسمع صوتك. يو لا ما بقدر، لانه نحن ما صرنا غير فترة متعرفين على بعض. فتح الموقع معك؟ محجوب يقطع عمره. اليوم بده يصير وجع وش هون من كل بنت. مين اللي قال محجوب يقطع عمره؟ الموقع محجوب، انت شو دخلها؟ لا انا سمعتك بايدني انت وياه عم تقول له محجوب يقطع عمره. يا اخي الموقع، عم نحكي عن موقع محجوب، انت شو دخلها؟ لك عمي مع احترامك الشديد الي، بس انا لهلا لسه ما عملت موقع باسمي. نحن عم نحكي عن موقع محجوب، انت شو دخلها؟ لك لا تكذب انت وياه. شو لا تكذب؟ نحن عم نحكي عن موقع محجوب. وليد نحن عم نحكي عن موقع محجوب، انت شو دخلها؟ طولوا بالكم. وليد 3-1 للشباب وعندي. طولوا بالكم خلاص. روقوا عمي روقوا، تفضلوا. خلاص عذر وليد، هدول من الايمان. العملة وين راحت هاي؟ ليش ما عم بترد علي؟ معقولة تكون زعلت لأني طلبت رقم موبايلها؟ لا لا مستحيل تكون زعلت، لأنه لو كانت زعلت كانت عطتني بلوك. ايه؟ عليا وينك؟ ايه أخي، ايه سامعتك. شوفي لي عم تزرزب لسه المي؟ لا أخي مش الحالة. تأكدي لي من هاي الزاوية لأنه ما بدي يطلع مرة تانية. لا أخي مش الحال، خلاص انزل انت. يلا نازل. ايه يلا. عم شو هالورطة هاي؟ حسنا. طيب ليش انا؟ مرحبا حجة، فكرتك شادي. يطعمك الحجة والناس راجعة. نعم. هلا بدي اسألك سؤال انا. أنا وياكي متخانقين على شيء قطعة أرض، متخانقين على باب محل، باب دكاني، ليش هيك بتعامليني؟ عم عاملك لأنك قليل أدب وقليل ترباية. في حدا بيجي بنصاص الليالي لعند الناس؟ هلا الساعة 9:30 نصاص الليالي؟ 9:30 نصاص الليالي وشادي نايم، أرجيني عرض كتافك لشوف. إيه؟ اعملي وكتري يا حكمت. إيه روح اطلع بقى على خلقتي، ما تطربلي شو إنك قليل أدب. العمى يخرب بيتك. ليش هيك عملتي معي يا زان؟ بكره بفضحني قدام الشله، هذا لسانه متمري منه وبيحطني براسه كمان. ايه هذا قليل ترباية، انا بدي اقص له لسانه اذا بيحكي معك كلمه. مشان الله خليني اشوف شو بده مني. دقيقه بس. ايه بسيطه. تسمحي؟ ماشي. هذا مو ناوي على خير، خليني اطلع شوفه. ولا يا زان بدي لك سر رجلك اذا بتفوت له البيت. روح انضب ببيتك، روح قليل الادب. لو بكره عندك دراسه العامة وانت ولا روح اوام انضب اوضتك، بكره عندك دراسه.
يا الله منك كيف تخجلني قدام رفقاتي دايما. اروح انضب تضرب منك إلي روح من خلقتي. كيف دراستك أخي؟ منيحة منيحة أختي. يلا هلأ شوي تانية بخلص الجغرافيا. إيه الحمد لله. الله يوفقك ولا يضيع لك تعب. لازمك شي؟ الله يخلي لي إياكي. جاهز الغداء؟ جعت. إيه يلا دقيقتين بكون جاهز. يلا خلصنا أخيرا خلصنا جغرافيا. لازم ناخذنا بريك ناخذنا استراحة. ولك يقبرني ربك شو ضرب. إيه لك اشتقت لك كتير. قال اشتاق لي. ايه وانا كمان يا حياتي. وانا كمان يا حياتي. تقبشيني. وقع. وقع رامي وما حدا سمع علي. على فكرة محضرت لك مفاجأة. مفاجأة؟ شو هي؟ شو هي؟ تبع السنافير. قررت شوفك. ولك يس بدها تشوفني. واخيرا بدها تشوفني. بدها تشوفني ابو سطور. امطيت عن جد؟ طبعا عن جد. ان شاء الله بتشوفك سحلية. ايه ليش مستغرب؟ طيب وين وكيف؟ وين يعني؟ بالملحمة عند أبي. بكرة الساعة 2 كافتيريا الوردة الحمراء. والله لخلي ليلتك سودة. ماشي بس مو ما تجي. معقول يعني ما أجي؟ الله يسامحك بزعل. ها يا حلوه هي. ها لك شو تزعلي؟ لك شو تزعلي ولي على قلبي على العيون ما احلاهم؟ لك عم بمزح معك. تضرب انت ومسحك شو غليظ. معناها على موعدنا. يا الله انا ما اطبقني. يا الله امطيت. لك يس امطيت امطيت عم ساطور امطيت. حلوه لعبه حلوه جميله لعبتها. برافو الواي يا عين عليك. مع السيتيزن مع المان سيتي يا عين. الله اي اثنين حلوه. بابا عم تقول له حلوه حلوه يا بابا. لك يا لؤي الفحص بعد 3 ايام. بعد 3 ايام قوم ادرس احسن لك. شو بدك الحكي الفاضي؟ طول بالك هاي البلاي ستيشن لك شو بتفيدك؟ لك طفيها. وقال ليش طفيتها؟ يعني صار لي ساعة لوصلت لنصف النهائي يا زلمة. بعدين الفحص هذا النصفي لا بيقدم ولا بيأخر. هلا هذا اللي طلع معك الفحص النصفي لا بيقدم ولا بيأخر. لك ليش حاطينه هيك منظر يعني؟ لك ايه هني قصدهم بدهم يتعبونا يعني ويغالظوا علينا بس مو أكثر من هيك. غلاظة؟ ما شاء الله عليك شو فهمان. قوم قوم دروس. بابا ليش عم تقسى أخوك؟ ليش؟ يا بابا انا ماني عم بقسى عليه ماني عم بقسى عليه يا بابا. بس هاي العطله اللي بعطلوها قبل الفحص مشان يدرسوا مو مشان يتفرجوا على التلفزيون ويلعب لي بهي البطيخه بلاي بطيخ. سيدي درس ولا ما درس شو راح يطلع منه؟ عود العب دق له عود.